السلام عليكم. لمع وصفات مواليد جيتكم بهاد البغيره والسخون. هذا وين طاب بغرير درتو نهار اليوم بالباتر. عملت لكم مغرير بالميكسر وصفتين، عملت بغرير تاع اليد تاع 5 دقائق، وعملت لكم هذا تاع نهار اليوم بالباتر. دائما الناس يعني تحب، كاين اللي ما عندهاش الميكسر تقدر ديرو بالباتر. اذا ها هي وصفه تاع نهار اليوم. شوف شحال عملت لي من وجه ولا اروع، جا بزاف خفيف هذا البغرير. لاحظوا معنا يعني من الوجه الاول حتى الاخير كامل التقب وكامل جا ما شاء الله. تبعي معايا للاخر باش يعني تكتشفي الوصفه كيفاش حضرناها. اذا واش راح نحتاج في الوصفه؟ راح نحتاج 2 كيسان تاع سميد رطب. اذا نعمر 2 كيسان تاع سميد الرطب، لازم سميد الرطبه. اذا ندير هذا الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني، ندير معاهم كاس تاع الفارينه. اذا نديرو كامل المواد الجافه في الاول، نزيد معاهم مغرفه كبيره نتاع خميره الخبز. اذا مغرفه كبيره خميره الخبز، ندير معاهم مغرفه صغيره تاع السكر، وندير معاهم كميه نتاع الملح اللي هي مغرفه صغيره. نخلط كامل هذه المواد الجافه مع بعض بهذه الطريقه. من بعد راح نحتاجو الماء دافي. شنو راح ندير ماء دافي؟ نديرو 3 كيسان تاع الماء دافي. اذا ندير الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني، والكاس الثالث نحطو على جهه، ونخلط مليح بالباتور هذا الخليط اللي عندي، يعني الماء والسميد والفرينه. بسم الله. بعد ما خلطتو نزيد هذاك الكاس الثالث ونزيد نخلط. في الاخير نضيف نص كاس تاع الماء دافي مع كيس تاع خميره كيميائيه، الوزن تاعها 10 غرام. اذا نضيفو الخليط ونزيد نخلط مليح بالباتو حتى ينسجم لنا. بعد ما كملت خلطته مليح، اذا ها هو القوام تاع البغير تاعنا. بعد انا واش ندير؟ نغطيه نخليه يرتاح لمده نتاع 10 دقائق بالضبط، وندير المقله تسخن ونبدا نطيب البغير. بعد ما جلست 10 دقائق ها هو الخليط تاعنا، نعاود نخلطه شويه ونبدا نطيب. يعني المقله تاعي راهي سخونه، نبدا نطيب مباشره. اذا نبدا نطيب الوجه الاول. بسم الله. دائما انا نعمر الغراف، يعني يكون عندك غراف يناسب وجهك الخبزه يعني متوسطه في الحجم. اذا نسقموها هكذا شويه ونخليها تطيب. لاحظوا معنا ما شاء الله، يعني هذه الخبزه الاولى وراهي تقب روعه. الناس اللي طلبوا كاين بزاف دائما كنحط وصفه ام والدها نقدر نديرها بالباتا، وراني جبت لكم وصفه بالباتا. بعد ما طابت الخبزه هي معانا، لاحظوا شوفوا من تحت تحمر، الله الله عليه، ما يلصقش. دائما وين طيبي البغرير ديري مقله مخصصه للبغرير، ما ديري فيها ولا شيء، خليها غير للبغرير. ولا عندك طاجين تاع الطين يعني يجي احسن. لان هاي الخبزه تاعنا طابت، نزيد لكم وجه اخر شوفوا كيفاش طاب رائع. هذا الوجه الثاني، نمشيها هكذا شويه ونخليها تطيب، ونكمل نطيب كامل البغرير اللي عندي بنفس الطريقه. نعاود نولي لكم ونشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم واجده وحاضره معنا.
الوصفة تاعنا اليوم هي معنا واجدة، اللي هي بغرير الباتر. شوفوا شحال عملنا من الوجه، يعني شحال من حبة، حوالي 12 حبة ولا 11 حبة، كمية ما شاء الله، وجا خفيف، جا رائع. في الأخير فقط حبيت ندير واحد الإهداء مميز لمن الأخت جميلة، إن شاء الله راهي تبان لكم مليح يعني في الكاميرا، اللي هي جزائرية في أمريكا، جميلة فلوغ، عندها قناة هي مغتربة، وعملت لي واحد الهدية يعني والله غير انبهرت في الطريقة تاعها، عجبتني بزاف، ونشكرها ونشكر كل وحدة حطت لي إهداء وبركت لي على 10 مليون مشترك، يعني اللي علقت لي ولا دارت لي فيديو ولا أي وحدة، أي وحدة نشكرها. وتسامحني يعني اللي ما شفتش تعليقها ولا ما شفتش يعني فيديو تاعها، تسامحني بزاف. فقط حبيت نهدي اهداء خاص للجميلة، نقولها نشكرك بزاف، يعني عشت يا ام وليد وشفتي عندك نجمة في هوليوود مع نجوم هوليوود، نشكرك بزاف. راح نحط لكم رابط قناتها اسفل لفيديو، نزيد نشكرك شكر اخر، وان شاء الله ربي يعني ينجحك. شوفوا علم تاعنا الجزائر، والله شرف لينا جميعا. في الاخير واش نقولكم، جربوا الوصفة، أكيد راح تنال إعجابكم، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.